نروح طيب لزميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي من ملعب التتش، نطمن على تدريب الفريق النهارده. مساء الخير يا شريف. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد، تحياتي ليك ساره، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن مستر موسيماني اعلن منذ قليل قائمه ال 21 لاعب، وزي ما بتقول احمد فعلا توالي المباريات وضغط المباريات فضل مستر موسيماني راحه بعض العناصر الاساسيه في قائمه الفريق. ابدا لك بقائمه الفريق. يمكن في حراسه المرمى علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، في خط الدفاع ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، بيكهام، حمدي فتحي، اليو ديانج، اكرم توفيق، وليد سليمان، افشه، كهربا، محمد شريف، صلاح محسن، احمد نبيل، كوكا، طبعا صاعد ناشئ، طاهر محمد، طاهر محمد شكري، واحمد ياسر ريان. دي قائمه ال 21 لاعب. طبعا الاعلن انهم مستر موسيماني والجهاز الاداري منذ قليل راحت بعض اللاعبين الكبار على راسهم طبعا محمد الشناوي وحسين الشحات علشان خاطر ضغط المباراه التوالي. مباراه الاهلي عنده مباراه بكره يوم الثلاث الساعه 7 في استاد الاهلي والسلام، وعنده مباراه يوم الجمعه في السويس مع فريق سيراميكا في الدوري. ممتاز توالي مباريات، ضغط المباريات. فمستر موسيماني هيبدو الفتره الجايه هيبدا يعمل روتيشن كبير في قائمه اي مباراه عشان خاطر يقدر يعدي المرحله دي بكل خطورتها. وقبل بدايه المران النهارده الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اتكلم مع الفريق عن الاجراءات الاحترازيه علشان خاطر برضو تعدي الموجه دي على خير باذن الله. بمناسبه كورونا والاجراءات الاحترازيه عايزينك معلش عايزينك بس تطمنا على اللعيبه اللي راجعه من اصابه فيروس كورونا، كانت ازاي النهارده في التدريب؟ وكمان تطمنا المسحه بتاعت سوليا، المفروض النتيجه ان شاء الله تطلع امتى؟ يمكن النهارده شارك افشه، شارك كهربا، شارك اكرم، يمكن كل دول عائدين من الكورونا. النهارده السولية هيجري مسحه في الليل وهننتظر النتيجه بكره الصبح باذن الله. مروان نفس القصه، محمد هاني ورامي ربيع اعلنوا سلبيه مسحتهم ولكن ما شاركوش اليوم في المران، ولكن باذن الله بكره السولية موقفه هيتحدد بالتحديد، وباذن الله بكره باذن الله تكون المسحه سلبيه. ولكن اللي شارك النهارده افشه او كهربا او اكرم ظهروا بصوره طيبه جدا وشاركوا بكل قوة في مران اليوم، ويعلنوا جائزتهم طبعا لمباراة الغد. ملعب التتشي في بعض التغييرات او في بعض الاضافات، يمكن من خلفي عند امام الجيم في ملعب او في جزء من الملعب بيتم تخصيصه للتأهيل، هيكون ملعب رملي علشان خاطر الاصابات، وهتكون الرملة رملة شاطئية مش اي رملة علشان خاطر الاصابات. ده الجهاز الطبي الجديد طلبها طبعا مع الجهاز الطبي والتأهيلي، وبالفعل ادارة النادي اشتغلت على طول على تنفيذ الطلب. يمكن تراك الملعب اللي يعني شكله شيك جدا وحاجه حرص طبعا على سلامه اللاعبين، تم تغيير صرف التراك علشان خاطر يكون امن على صحه اللاعبين. الملعب ما شاء الله حاجه محترمه جدا، فاداره النادي شغاله على طول اول باول على التحسينات داخل ملعب التتش عشان خاطر تليق طبعا باسم النادي. معاكم ساره، معاكي احمد لو في اي استفسار معاكم. كنت عايزه اسالك يا شريف على وولتر بواليا اللي كان في التدريب النهارده، وقول لي كده حالته في التدريب وانسجم مع اللعيبه بسرعه، احكي لنا. كان طبعا النهارده في التاتش بواليا النهارده اول يوم تمرين ليه، قوبل بترحاب شديد جدا من كل لاعبي الفريق، وكنت عمل له ممر قبل بدايه المران، والروح كويسه جدا من بواليا وزملائه ايضا قابلوه بروح كويسه جدا، وهو بدا ينسجم بسرعه جدا. النهارده التمرين كان مغلق ما كانش مفتوح للاعضاء، ولكن انا يمكن حظي حلو اتفرجت على جزء كبير من المران. يمكن بواليا بيظهر بشكل ملفت النظر ما شاء الله، نمسك الخشب. بواليا يبدو ان الاهلي تعاقد مع صفقه سوبر باذن الله، يكون التوفيق محالفه في المباريات. النهارده ايضا ظهور محلل اداء الثالث يوشا سعيد، هو محلل اداء من جنوب افريقيا، كان موجود النهارده في اول يوم ليه عمل وكان حريص ان هو يقوم بعمله. الاهلي يمكن بيحتاج اكثر من كذا محلل اداء، يمكن مستر موسيماني بيحب المدرسه دي قوي وبيخصص، عنده ثلاثه دلوقتي، واحد مصري واثنين من جنوب افريقيا، يمكن الراجل بيخصص لكل واحد دور. ويمكن بمناسبه عشان مشاهدي الاهلي كلهم يبقوا عارفين، مستر موسيماني من نوعيه المدربين اللي بعد اي مباراه ما بتخلص لازم يكون تتبعت المباراه على كل لاعب على موبايله او الايباد الخاص بيه عشان يتفرج على المباراه. ومستر موسيماني بعد يوم او يومين يناقش اللعيب في اي موقف حصل من المباراه، عشان اللعيب لو ما اتفرجش على المباراه مش هيعرف يجاوبه، لكن لو اتفرج على المباراه هيعرف يجاوبه في اي جزء من الاجزاء من المباراه. يمكن مستر موسيماني بيجيد هذا الدور، تصحيح الاخطاء اول باول. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ملعب مختار التتش، دي كانت اخر اخبار فرقتنا.